هي خطوة مهمة في اتجاه يعني إبراز أن هناك سلطة للعدالة الدولية. إسرائيل منذ 75 سنة وهي تفلت من العقاب، رغم الكثير من المبادرات ورغم الاحتجاجات ورغم تحركات لمنظمات حقوقية دولية ورغم القرارات المتتالية الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن سياستها التي تناقض بل تتحدى الأوفاق والمواثيق الدولية. الآن وبعد هذه المجازر التي تحصل في غزة، وبعد أن تأكد للجميع أن إسرائيل نظام تقوم على نظام فصل عنصري، وهذا ما أصدرت بشأنه تقارير منظمة الشعب الدولية في السنة الفارطة وأيضا الأمم المتحدة، وبعد أن أصبحنا نرى صباح مساء صور عن ما تقوم به إسرائيل من ليس فقط جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل جرائم ترقى إلى أن تكون جرائم إبادة جماعية. المغادرة أتت من إفريقيا ومن جنوب إفريقيا تحديدا لدعوة أن تتحرك محكمة العدل الدولية وتنظر فيما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية. الآن نحن أمام لحظة فارقة في تاريخ العدالة الدولية، ونعتقد ومن خلال ما تم تقديمه ومن خلال الوثائق التي لا يمكن دحضها من أي طرف مهما كانت قوته في الدفاع وفي الترافع عن إسرائيل، فإن المنتظر أن تصدر محكمة العدل الدولية قراراتها، وبطبيعة الحال الآن قرارات وقتية أو مؤقتة تتعلق بوقف هذا العدوان وبفتح المعابر لإنقاذ الناس الذين يموتون جوعا وبردا ويموتون مرضا. يعني لا بد أن تكون هناك تدابير طارئة أولا لإنقاذ الشعب في غزة، وبعد ذلك وبالتأكيد ستستمر هذه المحاكمة للنظر في جوهر الدعوة. نحن في منظمة العفو الدولية نؤيد هذه المبادرة وندعمها، لأن ما يهم في هذه المرحلة تحديدا هو أن لا نجعل أي دولة مهما كانت مارقة، بمعنى تتحدى المجتمع الدولي وتقوم بما يحلو لها هي ضدا على كل القرارات وكل المواثيق الدولية. نحن نعلم على أن هذا القرار الذي سيصدر، ونحن مطمئنين أن لعدالة القضاة ولحكمتهم ولنزاهتهم ولحيادهم، أن القرار سيكون لفائدة غزة، وأنه حينما سيطرح لتنفيذه على مجلس الأمن ننتظر أو نتصور كما جرت الأمور دائما أن تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية لحق الفيتو لإبطال مفعول هذا القرار. ولكن رغم ذلك فسيكون على إسرائيل أن تواجه العالم وحدها، ستكون في قفص الاتهام، ولهذا الأمر تداعيات كبيرة على صورتها التي حاولت أن تقدم دائما نفسها في إطار المظلومية، دائما تؤنب العالم بالهولوكوست. هي الآن تقوم بهولوكوست وربما يفوق ما قامت به النازية. نحن نراهن على أن العالم سيتحرك بكل جهوده وبكل شرفائه وبضميره الإنساني لمحاصرة إسرائيل، بل أكثر من هذا لاستئصال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الذي إن استمر فلا بد أن تتكرر مثل هذه المآسي.